هذا الإفطار الرمضاني الذي الجمعية الخيرية الإسلامية تقوم به كل عام، وفي هذا العام أقامته الجمعية رغم الظروف الصعبة التي يحياها الشعب الفلسطيني ورغم الظروف المحيطة أيضا في بالواقع العربي والإسلامي، إلا أن الجمعية الخيرية الإسلامية من خلال هذا الحضور نستطيع أن نقول أن الجمعية الخيرية الإسلامية لا زالت في قلوب أبناء الخليل ولا زالوا يؤمنون بها ويقدمون لها الدعم والإسناد والمساعدة. وهذا الحضور الهائل والكم الكبير من المواطنين الذين قدموا في هذا اليوم إلى هذه الساحة أتوا حتى يعبروا عن حبهم وعشقهم للجمعية الخيرية الإسلامية، ونحن أيضا من خلال هذا الحضور الكبير نستطيع أن نقول أن الجمعية إن شاء الله ستبقى في هذا الحضن الدافئ لأبناء الخليل ولأبناء الشعب الفلسطيني. نأمل أن يستمر هذا الدعم المعنوي والدعم المادي من أبناء الخليل لنا بهذه الكمية وبهذا الحجم الذي يبعث على الأمل ويقودنا بالفعل إلى أن نتمسك بأن الجمعية لا زالت على الخطى الصحيحة التي تسير عليها من حيث البناء ومن حيث الرسالة والأهداف والغايات التي غرستها وزرعتها ولا زالت حتى هذه اللحظة، وستبقى إن شاء الله رسالة الجمعية واضحة الرؤى والمعالم، وهي الحفاظ على اليتيم والمحافظة على اليتيم والحفاظ على الأرملة وحفظ الأرملة. اليوم هو أحد أيام الجمعية الخيرية الإسلامية المميزة التي اعتادت الجمعية منذ نشأتها على إقامة هذه الوليمة في كل عام من شهر رمضان المبارك. نحن اليوم احتفلنا واحتفينا بآلاف من المواطنين الذين أموا بيت الأيتام في الجمعية الخيرية. هؤلاء هم الداعم الأول والأساسي لجمعيتنا ولأيتام الجمعية الذين يصل عددهم إلى 7000 يتيم ويتيمة تقريبا. طبعا الإفطار كان في بيت الأيتام وفي بيت اليتيمات للنساء هناك وهنا للرجال.